سلام، وش راكم؟ ان شاء الله يا ربي تكونوا كامل بخير. اليوم جبت لكم وصفه سهله هايله، مقاديرها فريمون بسيطه، فيها ثلاث مقادير، ثلاث انغريديون ونلقاوهم في الدار. وصفه يعني نديروها مع الحاجه المالحه ومع الحاجه الحلوه، دونك في الطياب ولي ديسير. هي نمد لكم دوفينات. قبل ما نقولها لكم، قولوا لي بلي في لي كومونتير بلي انا لقيناها قبل ما تقوليها. دونك تجي مليحه في السوب، تجي هايله كي نزيدوها بداك في السوب، تجي فريمون تمد لها ذوق مانيفيك، تجي هايله في لي غراتان. انا باغ اكزومبل اليوم درت لا بوري. كي ريحه لا بوري كي عاد ندير زبده وشويه حليب، درتها هي والله صدقوني جات تحبل. لا بوري جات فريمون تري تري بون، بنتي كانت جات باسه. واش تانيك؟ تجي باغ اكزومبل لا صوص كاراميل. لا صوص كاراميل يعني اللي انديسبونسابل باش لا صوص كاراميل تنجح لكم. وكاين مالوغوزمون في مناطق ما يلقاوهاش ما تتباعش، وفي المناطق اللي لي زوندوا اللي تتباع سي با ان تروك اون اشيت، يعني اون غرو ولا اون اشيت ونحطوها في الفريجيدير باسكو لا دات دو بيرومسيون تاعها ماشي طويله، يعني تقعد اون سيمين ولا. دونك دي فوا نديرو هاديك الحاجه نطيبو هاديك طيبنا ولا نقولو دوماج خصتنا هادي، لو كان كاين تزيد تبنن الماكله. على بالي بلي كامل لقيتوها، اللي هي لا كريم ليكيد ولا لا كريم فريش. دونك هيا توت سويت ما نطولش عليكم، نبداو بالمقادير بالوصفه مع بعض. واش نسحقوا لهاد الوصفه؟ نسحقوا 100 غرام تاع زبده، دونك 100 غرام دو بور. نسحقوا 250 ملي نتاع حليب، حليب لازم يكون كامل الدسم، دونك 250 ملي دو لي انتيي. وهنايا نسحقوا مغرفه تاع عشا فارينا ابوبري واحد 20 غرام. فوالا هذا واش نسحقوا. هكذا في كسرونة نديروا هذاك الحليب. انا قلت لكم درت 250، نتوما تحبوا ديروا اكثر فو دوبلي لا كانتيتي. ونديروا معاه الفارينا مغرفه كبيره، وسيو نحرحروا هذيك الفارينا قبل ما نشعلوا النار باش الفارينا هذيك تدو كامل مع الحليب، ما درناش لي غرومو. هكذا اخوا نشعلو الفرنو، نشعلوه افو مويان هكذا غير يسخن شويه برك الحليب ديالي. ندير هذيك الزبده، قلنا 100 غرام تاع الزبده. تحبوا ديروها هكذا ولا ما تحبوا ديروها دايبه يا با بروبليم، ديروها دايبه. تقدروا تعاودوا الزبده بالسمن، مي بون يعني لو غو فا اتر ديفيرون. ما ننصحكمش تعاودوها بالزيت نو، مي السمن تقدروا، مي الزبده يعني تمد لها ان ميور غو. تجي بيان غراس، نعرفوها بلي لا كريم ليكيد لي غراس. نديرو هذيك الزبده خلوها حتى كي تذوب، وهي تذوب هذيك لا هذيك الزبده لا كريم تاعنا اوتوماتيكمون تتقال، و سي بون عندنا اون كريم ليكيد. الوغ اذا حبيتوها خفيفه نقصوا هذيك المغرفه تاع الفارينا، ديروها باغ اكزومبل على 20 غرام، ديروا نتوما 15 غرام ولا 10 غرام باش تجيكم خفيفه. واذا حبيتوها ثقيله يعني كوم لا كريم فريش، زيدوا شويه فارينا. المغرفه هذيك تاع العشاء ديروها بيان بومبي، يعني ا بوبري واحد 30 غرام. نتوما كيما تحبوا لا كونسيستانس تاعكم تاع لا كريم. كيما راكم تشوفوا الزبده تاعي راهي بدات تذوب، ولا براتيكمون دابت كامل، مانيش نشوف فيها، ايه راهي دابت. لاسباتول خير باش تروح في كامل لي باغوا نتاع الكسرونة. وشوفوا جو سي با سي فو زاريفي ا فوار، شوفوا هاي بدات
دخل لاكريم تاعي راهي تقعلت ها جيسبر كو راكو تشوفو. نزيد نخليها حتى تجيب الغليه. دو توت فاصون هي كي ديروها في الفريجيدير راه الزيت تقال. شوف ميم راني نحس لها هكذا في لو فون تاع لا كاسرول راهي الزيت تقال انكور. وهاي ليك لا كريم تاعنا الي بريت. فوالا هاي ليك راكو تشوفوا لي بول سي بون نطفي عليها وشوفوا لا كونسيستانس تاعها شوفوا القوام تاعها سي بون. دوك نخليها هكذا تبرد شويه ومن بعدك نديرها في ان بوكال ولا قرعه ولا وكل ما نسحق نجبدها. هي قلت لكم ما تقعدش بزاف با بليس دو سيمين يعني 4 شهور 5 شهور ولازم تتيليزيوها. مي هاي ليك لا كريم تاعنا شوفوها كيفاش تجي اونكتيوز اي بيان بيان غراس. الله الله نديرها هكذا في الفريجيدير تبرد وكل ما نسحق نجبدها. وانا كملنا الوصفه تاعنا قلت لكم خفيفه ظريفه. كملنا وصفتنا لليوم ان شاء الله هي ربي تكون عجبتكم وسورتو سورتو ان شاء الله تكون بينيفيك يعني تلقاوها وتجربوها وتشوفوا بلي هايله صدقوني. وكما قلت لكم قبيله تيتيليزيوها في بزاف بزاف حوايج تلقاوها برك ما تخلوهاش بزاف في الفريجيدير ما تنساوهاش. يعطيكم الصحه اللي كنتو معايا ما بقالي غير نبقيكم بسلامه ونتلاقاو ان شاء الله في ساعه الخير.